البوثقه كلها بتعامله حاله ايه، حاله ابداع من المتلقي ومن المرسل. فبالتالي المناخ ده فقد فطر، يعني حصل فطور في هذا الامر. هتبص تلاقي النهارده الشاعر اللي بيكتب بيجتهد وكل حاجه، انما مش برضه مش هي دي يعني ممكن يستقبلها الجمهور بفطور. فدي راحت خلاص ضاعت يعني وكذا. انما كان بيستنوا، يعني انا مثلا صرفت ان انا اسجل تقريبا مش اقل من 75% من اغاني العبور من 73 مثلا. ايوه. لعبد الحليم، لشهرزاد، لثانيه، لفايزه، لورده، لنجاه، للانديل، كل الاغاني دي احنا كنا بنقعد في استوديو 46 في الاذاعه، عباره عن خليه نحل يخش 3 4 5 او ساعات 10 مؤلفين والله. عبد الرحيم منصور وعبد الوهاب محمد وموسى جمال عزيز ومحمد حمزه، كل دول بيترصوا عشان هنعمل اغنيه لف البلد يا صبيه لعبد الحليم، او النجمه مالت على القمر، وده ظهر، او المركبه عدت، وده ظهر وكان ليه تاثيره ولغايه دلوقتي لسه موجود لغايه دلوقتي. يعني مفيش اغنيه وقعت من هذا الكلام طبعا، استحاله. يعني كل الاغاني كانت يتباروا في الحماسه ويتباروا في الوطنيه. فالمساله دي ما كانش فيها مقابل على فكره، يعني ما كانش المؤلف بيقول هديني كام، ولا الملحن هديني كام، ولا المغني ابدا، ولا الموسيقي ايضا. اكيد اكيد. احنا كنا بناخد بعد ما كنا بناخد 150 جنيه في اللحن، كنا بناخد 2 جنيه وربع الاغاني اللي بتتعمل في العبور. وكنا على قلبنا زي العسل، لانه كان فعلا الحماسه يعني كان في اراده وكان في حماس وكان في اراده وما كانش في المقابل خالص. بالظبط. انت بتحب البلد. بالظبط. انا بشكر حضرتك الموسيقار هاني مهنا طبعا على المداخله، بشكرك شكرا جزيلا، ويا ريت الحقيقه انه يعني الروح دي فعلا تكون موجوده دلوقتي عند كل المصريين، مش بس عند الفنانين او سواء كان المؤلفين الاغاني او الملحنين، ان تكون موجوده بشكل عام عند كل المصريين. بينضم الينا ايضا طبعا الفنان ايمان البحر درويش للتعليق على النقطه الخاصه ايضا بتاثير الاغنيه الوطنيه. الفنان ايمان البحر، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. طبعا الاغاني الوطنيه اللي ظهرت من فتره طويله وكان ليك برضو اسهامات الحقيقه كتير في المجال ده، شايف انه دلوقتي مستوى الاغنيه الوطنيه تقريبا يعني بيقترب من مستوى الاغاني اللي كانت موجوده قبل كده، وبتحدث بشكل خاص عن الاغاني اللي كان ليها تاثير كبير قوي علينا زي مصر اليوم في عيد، اغاني طبعا العندليب الاسمر الراحل، عبد الحليم حافظ، وغيرها من الاغاني اللي لسه لغايه دلوقتي احنا بنغنيها وبتأثر فينا الحقيقة بشكل كبير، وبتفكرنا بذكرى مهمة طبعا زي ذكرى تحرير سيناء. والله أنا سمعت الفنان هاني مهنا وهو بيتكلم، لكن أيوه للتاريخ يعني يمكن أنا شهادتي مجروحة عشان أنا جدي سيد درويش، لكن لم يكن هناك أي أناشيد وطنية إلا بعد ظهور سيد درويش عندما غنى بلادي بلادي وأمي مصري وأحسن جيوش في الأمم طبعا، وأنا المصري الكريم. عندما يتم تجاهل هذه الأغاني التي عاشت حتى يومنا هذا وستظل تعيش إلى بقاء مصر، فبالتالي إن احنا كده بنقول شيء. لما أنا أجي أتكلم ليه حضرتك شايف إنه تم تجاهل الأغاني دي؟ الأغاني دي لسه موجودة بينا. من أصدق ما يكون ما تغنى به الفنان عبد الحليم، وده ليست قيم الفنان عبد الحليم ولا تأذينا من أغاني الثورة، لكن أنا بتكلم على الشيء لما يكون سيد درويش الرجل الذي اللي هو يتغنى الناس بنشيد بلادي بلادي. أيوه. ولا يتم ذكره من موسيقار له تاريخ يعني معنا، فده بحد ذاته يخليك مش مصدقة ما يقال. لكن أنا بكلمك على الأغاني الوطنية. لما نيجي نتكلم أول حاجة هذا الجيش العظيم اللي هو هناك البعض مما يحاول تشويه هذه الصورة بشكل أو بآخر، هذا الجيش العظيم يرجع الناس، احنا كنا نايمين في بيوتنا وهم بيدافعوا عننا طبعا. هذا الجيش العظيم الذي يستحق بدلا من ان يتم الاحتفال به في اكتوبر ويسند الى شخص او اخر، بل يتسابق الجميع في ان يقدم لهذا الجيش العظيم اجمل ما لديهم من اعمال، ويتم اختيار الاعمال الجيده التي تليق بهذا الجيش العظيم. أيوه. ويتم اعطاء المكافاه لما صرفوا مثلا من تنفيذه من غير بدل ما بتصرف على ملايين. انا بتكلم على انك الفنانين تتسابق في ان تعبر عن حبها لهذا الجيش العظيم وعلى رد هذا الجميل لهذا الجيش. طبعا. ده نمره واحد. الحاجه الثانيه ان الاغاني اللي تبقى بتكليف لا تعيش معنا. الاغاني ايه؟ اللي تبقى بتكليف. يعني اعملوا لنا والنبي اغنيه عشان خاطر الجيش، اعملوا لنا اغنيه عشان خاطر الداخليه. هذا الكلام لا يعيش مع الناس.
ورغم ان انا بقول لحضرتك مثلا انا عامل اغنيه للشرطة اللي بتضحي بنفسها في سبيل هذا الوطن. أيوة. وأستفي منها من يسيء إلى هذه المنظومة العظيمة اللي هو الأشكال اللي احنا بنسمعها سواء أمين شرطة عمل إيه أو ضابط عمل إيه، دي يعني عناصر فردية بيتم أصلاً هناك عدم التركيز عليها أساساً. يعني بالضبط إن هناك من الجيش ومن الشرطة نماذج تتخذ بها مصر إلى يوم القيامة. أيوة. خير خير أجناد الأرض في جميع المجالات. ده بشهادة مين؟ بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فبالتالي ان احنا عندما يربون بلادك والسلام بسيط المجال بر الأمان وصرخ الوحوش معاهم تبيض وشوش في أرض اللبان قلوبهم سكينة ما تعرف نوان مع الدين وفيهم كان فعز الكوارث بلادك فوارث رب الامتحان وجود المكان بلشت جيدك بكل الجبان يهدد عيونك ودمعك يبان ولادك بضلك وعزك بضلك محدش يدلك لاخر الزمان. كلمات يعني كلمات جميله قوي، كلمات جميله لكن لا يزاحها الاعلام. فهنا معناها هناك من الاعمال. ليه لم يزاحها الاعلام؟ هي ما اتذاعتش خالص يا استاذ. والله يا حبيبتي انا ما بصدقش انك انت الاشياء الصادقه والتي تعبر عن مدى تخدير الفنانين اللي هم لا عمرهم كانوا منافقين ولا مرائيين ولا كلام ده كله يقولوا كلام من صميم القلب للناس اللي بتضحي في سبيل هذا الوطن ولا يذاع ولا يتم تخدير هذه الاعمال تخديرا اعلاميا صحيحا. بيجي لكثير من الفنانين احباطات انك تبقى عندك اغاني وما تنزليهاش، يعني يا مصر هتعدي رياح وهتنطفي نار الجراح ادعى محمد والمسيح رهبان تطبطب على الجريح وطننا مش هتسد ريح ولا يوم هيكسرنا الزمن الغدر ما بيعرفش مين نصارى ولا مسلمين واللي استباحك مجرمين راح يدفعوا بكره الثمن اجراس بتنده على الاذان لحد باع ولا حد خان راح تفضلي امن وامان وهتهدي انهار الفتن. كل سنة وانتم طيبين لكل الإخوة المسلمين. وحضرتك طيب وأنا بشكرك. أنا بشكرك الحقيقة على الكلمات الجميلة اللي حضرتك قلتها. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كلمات جميلة الحقيقة بتعبر عن روح مصرية حقيقية، روح فعلا إحنا بنحتاجها دلوقتي. وإحنا كمان برضو بنتذكر طبعا الفنانين زي طبعا الفنان سيد درويش بكل أعماله وأيضا الفنان عبد الحليم حافظ، الفنانة شادية، كل هذه الأعمال التي لا يمكن أبدا أن هي تمحى من ذاكرة المصريين. عندنا الحقيقة أيضا احتفالات وزارة الداخلية، أو نقدر نقول أنه كان في الحقيقة إجراء من قبل وزارة الداخلية بيتزامن مع احتفالات الذكرى 34 لتحرير سيناء، وهو الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة ل 859 من نزلاء السجون. الداخلية أكدت في بيان لها أنه القرار تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 126 لعام 2016 الذي صدر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل عام 2016. وكان قطاع مصلحة السجون أيضا عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة من الذين ينطبق عليهم هذا القرار، وانتهت أعمال اللجان إلى الموافقة على الإفراج عن 859 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. بعنوان ثمن السلام 34 عام على ترك إسرائيل جنة شرم الشيخ، عقبت صحيفة معاريف الإسرائيلية على حلول الذكرى 34 لتحرير سيناء. الصحيفة ذكرت في تقرير لها نشروا الموقع الإلكتروني اليوم صباح اليوم، تمر اليوم الذكرى 34 لتحطم أسطورة موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق والذي قال إن تل أبيب تفضل شرم الشيخ بدون سلام عن السلام بدون شرم الشيخ. تنازل مناحيم بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن هذه المدينة في إطار اتفاقية السلام مع مصر. والصحيفة مضت تقول الإسرائيليون الذين تربوا في مدينة شرم الشيخ كانوا يستنشقون هواء نقيا وينظرون للبحر بمياه الزرقاء النقية التي لا يوجد نظيرها في العالم بأسره. ومستوطنة أوبيرا التي أقامتها تل أبيب في سيناء خلال احتلالها تم إخلاؤها بدون عنف، ورجال الجيش والشرطة الإسرائيليون الذين كانوا يملؤون هذه المستوطنة الصغيرة أصبحوا بلا عمل بعد إخلائها. واختتمت الصحيفة التقرير بالقول أنه في إبريل من عام 2016 وبعد 34 سنة
من رحيلنا عن شرم الشيخ جنة الله على الأرض، وذلك على حسب ما ذكرته الصحيفة تحديدا، لا يجد الإسرائيليون إلا حافلات يتم تفجيرها وسياسيين فاسدين في تل أبيب، وتحريض وقتل واغتصاب وكراهية ورعب، ما يجعلنا نجد كم كان صعبا هو ثمن السلام مع مصر. بينضم لينا الدكتور منصور عبد الوهاب المختص بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بحضرتك دكتور منصور. أهلا وسهلا فندم. أهلا بيك. لو حضرتك تابعت اللي احنا ذكرناه، التقرير اللي ذكرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، تعقيب حضرتك على انه لسه الإسرائيليين لغاية دلوقتي بيشعروا بمدى الألم والحسرة بعد تحرير سيناء والأراضي المصرية بالكامل. هو طبعا بداية كل سنة واحنا وحضرتك كلنا طيب، كل المصريين طيبين، وتحية إجلال وتقدير لكل نقطة دم سقطت من شهيد على أرض مصر ودفاع عن أرض مصر. ربنا يرحمهم جميعا. بداية من كان يقيم في الأراضي التي احتلت بعد 4 يونيو 1967 هم فئة يؤمنون بأن كل شبر احتلته إسرائيل هو يقع ضمن إطار أرض إسرائيل الكبرى، وبالتالي لم يكن هناك أي تصور لديهم بأنه سيأتي يوم ينسحبون من هذه الأرض. صحيح. بعد النصر أكتوبر المجيد والعظيم والملحمة الوطنية العربية المصرية التي قامت في أكتوبر، أكمل الرئيس الراحل محمد أنور السادات هذا باتفاقية سلام مع إسرائيل وبانسحاب إسرائيلي كامل من كل شبر على أرض مصر. فبالتالي كل هؤلاء المستوطنون الذين كانوا يقيمون في سيناء كان هذا اليوم بالنسبة لهم يوم أسود، وحتى النخبة السياسية والنخبة الدينية والأحزاب الدينية والأحزاب اليمينية اشتعلت يومها ضد المناحم بيجن الذي وقع على اتفاقية السلام مع مصر. فبالتالي نحن أمام جماعة تتخيل أن كل شبر تضع قدمها عليه حتى ولو بالاحتلال ولو بالاغتصاب هو حق لها. وبالتالي رد فعل طبيعي كان لمشير أيام، ولأن الإسرائيليين يعرفون جيدا قيمة سيناء بالتأكيد، ويعرفون جيدا أنه منطقة شرم الشيخ والبحر الأحمر قناة السويس هي من الأماكن النادرة في العالم إمكانياتها السياحية. نعم. كان عندهم أمل أنهم يستمروا، لكن الحمد لله استردنا أرضنا جزء بالحرب جزء بالسلام وحدث هذا النصر العظيم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور منصور عبد الوهاب المختص بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لحضرتك. ونتحول الآن طبعا لمتابعة موجز الأنباء، ونرجع مرة أخرى لاستكمال هذه الاحتفالية الخاصة بذكرى تحرير سيناء الذكرى 34. حضراتكم مشاهدينا الكرام، وما زلنا معا في هذه الاحتفالية الخاصة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الذكرى 34 لهذا الانتصار العظيم لتحويل الشعب المصري الهزيمة إلى انتصار وتحديه لمختلف الصعاب والتحديات المختلفة التي واجهته، وذلك من أجل تحقيق غد أفضل. بالتأكيد الحرب الحقيقية التي تخوضها القوات المسلحة الجيش المصري خير أجناد الأرض في سيناء، أيضا هناك حرب حقيقية تحدث هناك، ولكن أيضا هناك عملية تنمية حقيقية، أو إذا كنا أكثر دقة معركة تنمية حقيقية في أرض سيناء تشمل برنامج من أجل تحقيق هذا التطوير والتنمية في أرض سيناء، تشمل إنشاء منطقة اقتصادية حرة، 17 تجمع سكني، 13 تجمع زراعي، بالإضافة أيضا إلى الكثير من المشروعات المختلفة في مجالات التعدين والزراعة والثروة السمكية، بما يوفر فرص عمل مختلفة بالنسبة للشباب هناك وأيضا لمدن القناة. للحديث حول عملية التنمية الحقيقية التي تشهدها سيناء حاليا، يشرفنا بالحضور اللواء أركان حرب مهندس محمد مختار قنديل، رئيس جهاز تعمير منطقة القناة وسيناء الأسبق، ورئيس الفرع الهندسي بالجيش الثاني الميداني سابقا. أهلا بحضرتك. أهلا بستك. أيضا بيشرفنا اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان ورئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. برحب بحضراتكم، وطبعا كل سنة وحضراتكم طيبين وكل مصر يا رب، وكل المصريين دايما بخير وأمان. عايزة أبدأ مع حضرتك سيادة اللواء، يعني الذكرى 34 بعد مرور 34 سنة على رفع علم مصر فوق شمال وجنوب سيناء إذانا باستعادة كل الأراضي المصرية، ماذا يذكرك هذا التاريخ 25 إبريل 1982؟ والله هذا